يعطيكم العافية يا رب. يا الله، يوم الأحد يوم السي في اس بعروض جديدة ومنوعة وحلوة كتير. لا تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد. يلا نبلش بأحلى عروض. أول إشي بدي أحكي لكم عن البوست. البوست العرض عنا لهذا الأسبوع، بتشتري 4 بتاخدي $8 إكسترا بوكس، بس تشتري 4 والأولى بتكون الثانية نص السعر. طبعا إحنا رح ناخد منها 4، فأنا رح أخد أرخص إشي هاي ب 49، الثانية رح تكون نص السعر. طبعا أنا بدي نكهة الشوكولاتة، أنتوا حرين، أنا بدي أختار هدول. لو في من هدول 4 كان أخذت من هدول، بس للأسف ما في إلا آخر تنتين، فرح أخذ اللي أغلى شوية ب 10.49. رح أخذ كمان منها برضو 2 عشان أوصل للديل. بهاي الطريقة رح أخذ 2 من هاد 2 من هاد، هاي واحدة والتانية نص السعر، واحدة والتانية نص السعر. هلا رح استعمل لهم كوبونات. لما تعملوا سكان للمنتج نفسه في كوبون بالاب نفسه $4 خصم على القطعتين. تمام، في اكونتات موجود عندهم من هذا الكوبون 2، انا للاسف برضه موجود عندي بس 1. مع هيك رح استعمل الواحد لانه رح يعمل جلتش مع الكوبون الورقي اللي اخذناهم من الجرايد زمان. جرايد زمان كتير اجا فيها كوبونات للبوست ومدتهم كتير طويلة. برضو موقع coupons.com كان يعطي كوبونات لإلها، فالناس اللي طبعا تقدر تستخدمهم. هلا بدي اخذ منهم 4. اذا هاي الـ4 عندي حطيتهم جنب بعض، رح استعملهم $5 كوبون كإجاني من بعرفش اني جريدة، بس المهم كنت احتفظ فيه مع $4 كوبون. طبعا وعندي 4 of 20 بروتين، اي اشي على بروتين طبعا، لاني قبل هالمرة شريت من البوست فصاروا يعطوني كوبونات على اي اشي مشروبات طاقة. 4 of 20، وفي عندي 4 of 2 بالاب نفسه. رح كل هدول يعملوا جلتش مع بعض، لما يعملوا جلتش مع بعض رح يخصموا لنا 4 4 4 5. سعر الاغراض كاملين هدول الاربع باكيتات عندي 29.96 سنت، لانه واحد والتاني نص السعر. بعد الكوبونات والخصومات رح يصير علي سعرهم $12.96، رح يرجع لي $8، رح يصيروا علي كأنهم طالعين ب$4.96 لهاي الأربع باكيتات الكبار، وهذا ممتاز كتير وطيب كمان، فكأنه طالع علي الحبة $1.24. الناس اللي عندهم الكوبونات عندهم كمان 4 بالآب نفسه رح تصير عليهم أرخص بكتير، ممكن تصير عليهم فريزا اد ماني ميكر، فكتير كتير حلو الديل. يلا ناخد منهم 4. الديل اللي بعدي على الفينوس، شفرات الفينوس. طبعا انا عندي اخر حبة للأسف بالستور، اخر حبة سعره عنا ب 9.99 سنت. عنا اخر حبة لهذا الديل، لو عندي منها تنتين الديل بحكي لي كان بيطلعوا علي فري زائد $5 ماني ميكر، بس مش مشكلة نعمل معكم الديل لانه عندي كوبون. لما تعمل سكان للقطعة عندي كوبون عليها 6 of 2، اذا بتشتري تنتين بصير عندك 6 of 2، وعندي كوبون 3 of جيلات اور فينوس. فبهذه الحالة سعر التنتين بصير عنا 9.99 × 2 $19.98، ناقص 6 ناقص 3 ناقص $3 كوبون ورقي من جريدة الأحد هذا البي ان جي، وناقص كمان 3 رح استعمل كوبونين ورقيين لو انه الشفريات موجودة تنتين 3، كان بيصير علي تقريبا التوتل بدفع من جيبتي $4.98، برجع لي $10 اكسترا بوكس رح تصير علي فري زائد $5.02 ماني ميكر، كان بستعملها بس للأسف آخر حبة، فرح أخذ منها حبة من هاي وأكملها عديل الشفريات الرجالي بحيث إنه يطلع علينا تقريبا كمان فري. فإنتوا بتقدروا تعملوا نفس هذا الديل اللي رح أفرجيكم إياه، بتاخدوا حبة من هاي بتستعملوا كوبون $3 على هذه الشفرات. يلا ناخد التانية. عنا هذه الشفرات سعرها 9.99، برضو شامل العد، تشتري قطعتين بتاخدي $10 اكسترا بوكس. هاي الشفرتين عنا سعر القطعتين $19.98 للقطعتين. في عنا $3 كوبون على الاولى و $3 كوبون على التانية، وفي عندي $3 سي ار تي على جيليت شيف اني اشي، عندي عليه $3 كوبون بيخصم لي هيك $9 على هذه القطعتين.
رح يضل علي اني ادفع $10.98 لهاي القطعتين، برجع لي $10 اكسترا باكس، بيصيروا علي هدول القطعتين $0.98 فقط لا غير للقطعتين. يا بلاش طلعوا. طبعا كل اشي بكون انا عامله على ورقة عشان ما اتخربط ولا اشي، منسقة اموري على اساس اطول وعارفة قديش رح ادفع 98 سنت، شو رح يرجع لي $10 اكسترا باكس like that. فبهذه الطريقة بتريحوا حالكم. فبدنا ناخذ منهم تنتين ونكمل العرض. طبعا في حال انتو ما عندكم $3 CRT اللي انا موجودة عندكم، رح تدفعوا $13.98، برجع لكم $10 اكسترا باكس، كأنها طالع عليكم $3.98 للقطعتين، يعني القطعة طالعة اقل من $2. كتير كتير عرض حلو وبصراحة بيستاهل. فهاي الحالة رح يصيروا يعطوكي كوبونات على اي اشي شيف، فيناس، جيلت، لما انت تشتري منهم رح يصيروا يزيدوكي كوبونات بالزيادة لما تعملوا العرض. $3.98 فقط لا غير. يلا نكمل. هلأ الديل على الكريست سعره عنا $6.99، النوعية هاي كتير ممتازة. البريليانس سعره كان اصلا $8.99، فمناخد منها حبتين. بحكي لك لما تشتري حبتين تاخدي $3 اكسترا باكس. طبعا مناخد منها حبتين. اذا عندكم سي ار تي على كريست استعملوا. انا عندي 2 اوف 8 سي ار تي كوبون $2 خصم على لما اوصل لل $8، وعندي كمان هدول الكوبونين من كمان جريدة الاحد، هذا البي ان جي $2 على القطعة $2 على الثانية، فرح ينخصم الاثنين اثنين، وعندي كمان 2 سي ار تي، وكمان رح يرجع لي ايبوتا على كل قطعة $3، يعني رح يرجع لي 3 هون 3 هون، $6 رح يرجع لي على هدول القطع، فرح يصفي علي سعر التنتين $6.99، رح يصير سعرهم علي $13.98 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 2 of 8 كوبون، بصير علي بدفع من جيبي. طبعا انا رح ادفع من الاكسترا باكس $7.98. شو رح يرجع لي؟ رح يرجع لي $3 اكسترا باكس، ورح يرجع لي $3 من ايبوت على هاي و $3 من ايبوت على هاي، يعني رح يصيروا علي حق القطعتين فري زائد $1.02 ماني ميكر لهاي القطعتين، لانه ايبوتا برجع لك $6 كاملين و $3 $9، فانت رح تدفعي $7.98 رح يرجع لك $9، فرح تصفي عليك فري زائد $1.02 ماني ميكر. ناخد قطعتين منها لانه الديل كتير حلو. هلا افرجيكم عروض تانية كمان على معجون لسان. هلا في عنا كمان عرض على الكولجيت. طبعا بتشتري قطعتين بتاخدي $5 اكسترا باكس. سعر القطعة عنا $3.49. لاحظوا مفضية الستور عندي مفضة منها تماما. فبتشتري قطعتين بصير سعر القطعتين عليك $6.98. $6.98 برجع لك $5. طبعا تقدروا تطبعوا من موقع كولجيت نفسه كوبونات بقيمة 75 سنت للقطع. فإذا بتطبعوا تنتين كوبونين 75 ناقص $1.5 كوبونات، بتدفعوا من جيبتكم $5.48، برجع لكم $5 اكسترا باكس، بتطلع عليكم $0.48 فقط لا غير للقطعتين. اذا عندكم كوبونات مثلا 2 اوف 8، عندكم كوبونات تانية بتقدروا تجمعوا الكوبون تعيدوا هذا الديل اكثر من مرة، لانه لاحظوا عنا 2 بير هاوس هولد، يعني تقدروا تعيدوه مرتين او تعملوا نفس الترانزاكشن. اذا عندكم سي ار تي كمان تجيبوا 4 بتاخدوا $10 اكسترا باكس للاربع حبات، لانه مرتين مسموح لك تستعملي بالاسبوع. تمام، فبتقدروا تعملوا حسب ايش عندكم كوبونات. كتير كتير حلو الديل للناس اللي حتى ما عندها كوبونات، تطبع ال 75 بيطلع عليها تدفع $5.48، برجع لها $5. كتير حلو. يلا نكمل. هلا الديل على الهول بلند. القطعتين عنا سعرهم $7 هذا الأسبوع، بتقدروا تاخدوا هذا بتقدروا تاخدوا اللي بدكم إياه. القطعتين $7، في عنا كوبون من الجريدة $4 خصم على القطعتين، برجع لك $4 إكسترا باكس لما تشتري قطعتين، فأنتي رح تدفعي $3
من جيبتك برجع لك $4 اكسترا بوكس، بتصير عليك فري زائد $1 ماني ميكر لما تاخذي 2 من الهول بلند. كمان العرض شامل لفراكتس هاد التريتمنت، وشامل الشامبو هاد كمان برضو التنتين ب$7. فانا عشان معي هاد الكوبون راح اخذ الهول بلند، اخذ منه 2 ويطلع علي فري زائد $1 ماني ميكر. يلا نكمل. هلا الديل على لاف بيوتي اند بلانيت، بدي اعمل ديل عليه كتير حلو. انا بصراحه جربت الشيا موستشر بحبه كتير، هلا بدي اجرب هذا لاف بيوتي اند بلانيت. الديل عنا بيحكي تصرفي spend 20 get $10 extra bucks، السعر عندي $9.79 راح اخذ منه 4. ليش؟ لانه عندي كوبونين من الجريده باي 1 جيت 1 فري كوبونين، فراح يغطوا لي سعر تنتين، بضل علي سعر تنتين. التنتين هذول راح يصير سعرهم علي 9.79 ضرب 2 يعني $19.58 للقطعتين. هلا تابعوا معي، $19.58 ناقص عندي 4 of 18 شامبو اند هير كير، 4 of 18 رح يخصم لي 4، رح يصيروا علي ب $15.58. في كوبونات ديجيتال بالاب نفسه ممكن يتطبقوا، يعملوا جليتش ويمسكوا مع الكوبونات الورقية. في حال طبقوا طبعا لما احاسب رح افرجيكم اذا طبقوا او لا، بيخصم لي $4 ودولار ونص على الدولار ونص على القطعة، و$4 على القطعتين. في هاي الحالة إذا طبقوا الكوبونات رح يصفوا علي أدفع $10 إكسترا باكس، يرجع لي $10 إكسترا باكس، رح يطلعوا علي فري. مش بس فري، فري زائد ماني ميكر $3 من البيوتي كلاب، لأني وصلت للثلاثين، فوق الثلاثين، لأنه قيمتهم عنا هدول فوق الثلاثين تقريبا 35 وإشي، فرح يصيروا علي فري زائد $3 ماني ميكر. ما تطبقوا رح يطلعوا علي تقريبا ب $2.58 لأنه رح يرجع لي $3 إكسترا $3 بيوتي وعشرة دولار إكسترا باكس، فرح أخذ منهم 4. ورح أقولكم إذا بتطبقوا الكوبونات الديجيتال عنا إن شاء الله إنهم يتطبقوا ويزبطوا كتير، وقتها بيصير عرض حلو، بتاخذ منهم 4. دايما لما تختاروا اقرأوا الشامبو لشو، فأنا بدي أخذ لا مو هذا، فبدي أخذ هذا، هذا منيح لفروة الرأس، بدي أخذ منه 4 مع الكونديشنر هاد. هلا الديل تاع الفوات، الديل بيحكي لنا بتشتري 3 قطع تاخدي $10 إكسترا بوكس، so رح أخذ 1-2 جامز. هذا الفوت للكبار شوي، يعني لحجمهم أكبر بشوية من 17 كيلو ل 29 كيلو، بدي أخذ سمول واحد أجربه، عليه كوبون $3 خصم. تمام، هي أول قطعة. هلأ ضايلنا قطعتين، القطعتين اللي ضلوا لو تاخدوا 2 easy ups الفوت التنتين برضو بيطلعوا عنا سعرهم 9.99، يعني الثلاثة رح يطلعوا علينا ب $29.97. بس للأسف مش موجود عندي الإيزي أبس وعليه كوبون $4 خصم، رح يصير عندي $3 و$4 خصم. فبهذه الحالة مش عارفة، عمالي بفكر مع حالي ألغي الدير وأعمله بصيدلية تانية ولا أكمل على البامبرز. بصراحة بحب الإيزي أبس أكتر. تاخدوا 2 من البامبرز، هذا سعره عنا 9.99، قلت لكم تشتروا 3 تاخدوا $10 إكسترا بوكس، تاخدوا منه 2 بتكملوا الأوفر. ليش أنا بقولكم بفكر مع حالي؟ لأنه هذا عليه كوبون 3 off 2، $3 خصم، الإيزي أبس عليه 4، كمية الخصم أعلى، بس مش مشكلة رح أخذ من هذا 2 عشان أكمل الديل. هيك الديل كمل عندي، شريت 3 قطع رح أخذ $10 إكسترا بوكس، فعنا كوبونات 3 $6 خصم، رح يصيروا عنا القطع سعرهم 24.97. وفي عنا كوبون 5 of 30 طبعا على الفوط، يعني اي اشي بيبي كير، لانه انا دايما بشتري اشياء بيبي، فبعطوني 5 of 30، رح يصير عنا الخصم 6.5 كمان، رح ادفع من جيبتي 18.97، رح يرجع لي $10 إكسترا بوكس، رح يطلعوا علي الثلاث قطع هدول ب $8.97، يعني القطعة طالعة علي ب$2.99، الباكيج كامل طلع علي $2.99، كتير كتير عرض حلو، فرح أخذ منه هدول الثلاثة وأكملهم.
هلأ العرض اللي بعديه على الوايبس بدي أخذ هذا الباكيت اللي فيه ثلاثة، طبعاً هذا أوفر كمية. عندنا سعره 6.99 سنت، في عندي 2 of 6، وفي عندي 2 دولار كمان كوبون CRT موجود بالآب. طبعاً هذا الكوبون استخدمته كل فترة لفترة بيرجعوا. 2 of 6 مع 2 كوبون رح يصير علي أدفع حق هدول $2.99 لهاي التلت قطع. كتير كتير عرض حلو، لأنه رح يخصم 4 دولار الكوبونات. رح أخذ منه باكيج كبير هذا السايز ويطلعوا علي $3، يعني القطعة $1 فقط لا غير. ناخذ منه باكيج، بتقدروا تختاروا هذا، بتقدروا تختاروا هذا اللي بدكم اياه، بس انا جربت هذا ومنيح كتير منيح. يلا ناخذ منه حبه. هلا الديل اللي بعديه على اللوريال. اللوريال طبعا هذا الديل المفضل، ليش؟ لانه بصراحه دائما بيعطوني كوبونات كل احدين بجمعهم بجيب منه اشياء بتطلع تقريبا علي فري تماما، وغير هيك كتير كتير منتجات رائعة للبشرة بصراحة عن تجربة. المرة اللي فاتت أخذت هذا الماسك، كتير كتير طلع رائع، بعد أول استعمال بيعطي نضارة كتير كتير حلوة للبشرة. رح أخذ منه كمان واحد، لأنه لما عملت سكان للقطعة أعطاني الأوفر اللي عندي 6 أوف على الإير بيرفكت، وعندي كمان 6 أوف، وعندي كمان 4 of 20 على الفيشل أني فيشل كير، يعني 6 و6 و4، وعندي $5 بعتوا ليها تكست مسج خصم على أي إشي فيشل كير كوزمتكس أي إشي. فرح يصير عندي الخصم على هاي القطعة، سعر القطعة عنا ب $25.49، رح يصير عندي خصمات 6 6 4 5، يعني رح يصير سعر القطعة عنا. وعشان نكملها للـ30 رح أخذ وايبس، هيك بنكملها للـ30. سعر الوايبس عنا $5.79، نكملها على هاي القطعة بصير هيك وصلنا للـ30. رح استعمل هذا الكوبون، صح هو قديم بس امرات بزبط بصراحة، فبحب استعمل. رح استعمل كوبون واحد لإلها، اذا زبط بخبركم ان شاء الله. ف 6 6 5 $4 رح يضل علي اني ادفع $10.28 بعد الخصومات. طبعا سعر القطعتين كأنه 31 وشي، $10.28 برجع لي $10 باك، بيصيروا علي طبعا فري. غير هيك رح يرجع لي، لاني تجاوزت $3 بالبيوتي كلاب، رح يرجع لي $3، فرح يصيروا فري زائد ماني ميكر دولارات. فرح اخذ منهم هدول القطعتين. طبعا هلا رح اخذ منهم 2 واعمل الاكاونت الثاني برضو على اللوريال، عشان اقول لكم شو الكوبونات اللي موجوده معي بالاكاونت الثاني. يلا هلا من الاكاونت الثاني رح اخذ على اللوريال ريفايتاليفت، هذا كتير كتير السيروم ممتاز، رح اخذ منه حبه. سعره عنا $31.99. عندي كوبونات له، اللهم صل على سيدنا محمد، $5 of 5 off 15 5 of 15 5 5، يعني $20 كوبونات عليه. برضو رح اجرب معي كمان كوبون زيادة له، بعرفش اذا بزبط او لا. المهم عندي كوبونات مضمونة $20 خصم عليه، بضل علي اني ادفع $11.99، برجع لي $10، يعني كأنه طالعين علي $1.99، وبرجع لي $3 بيوتي كلاب، يعني طالع علي فري زائد $1 ماني ميكر للأكاونت الثاني. فرح أخذ منه حبة، عشان الأكاونت الثاني بأخذ سبينتيري على اللوريال، تاخدي $10 إكسترا بوكس. رح أخذ هذا السيرم. يلا نكمل الترانزاكشن. هلا الديل اللي بعدي على الهولمارك، معي كوبونات عليه 3 of 2 هولمارك كاردز، فكل هدول شاملين الهولمارك كاردز. لما تعمل سكان للقطعة بتتأكدوا انه شاملة الكوبون. فأنا بهذه الحالة رح اخذ هذا اللفاف، سعره عنا $1.29، بدي اخذ كمان قطعة عشان $3 ترخص مع القطعتين. فرح اخذ هذا الابيض، بس اخذ واحد نظيف، شوف شكله نوعيته هذا منيح. وبدي اخذ اكمل، شوف هذا قديش سعره، $2.99، لا ما يعني القطعتين هدول رح يطلعوا علي $1.29، $1.29 رح يطلعوا علي ب$2.49، 59 قصدي سنت، $2.59 القطعتين. فرح اخذ واحد بوكس هذا لاكمل للـ$3 بصراحة، لانه الخصم $3 فانا اللي اكسب، يعني اكمل بقدر اخذ بس هدول التنين ويطلع علي فري. بس بدي اخذ كمان بوكس من هذا 49 سنت، رح يصيروا علي هدول التلت قطع ب7 سنت لا غير. هاي التلت قطع ب7 سنت رح يطلعوا علي من الهول مارك. بناخذ منهم
كنت حابة أعمل دي الجارني بصراحة، بس للأسف out of stock عندي كتير. دي الحلو معي $5 خصم، مرتين عطوني ومعي كمان 40% خصم، فباخد منه حبة من هاد وباخد من الوايبس. وين الوايبس؟ هاي الوايبس كمان حبين معي عليها كوبونات $2 خصم، في كوبونات بالجريدة يعني رح يطلعوا آخر إشي دولارات علي فقط لا غير، وبرجعوا لي $5 اكسترا بس. كتير العرض حلو، بس يلا الله بعوض. يلا ننتقل على عروض تانية. هلا رح اعمل هذا الاول ترانزاكشن انا عندي. طبعا زي ما انا حسبت قديش معي اكسترا باكس، قديش بقسم الترانزاكشن، يعني قديش معي اكسترا باكس بدي استعملهم بقسم عددهم بحيث اخذ الاكسترا باكس من الترانزاكشن الاول واستعمله على الترانزاكشن الثاني زي ما دائما انا بحكي لكم. فانا دائما بستخدم اكسترا باكس كتير، فبهذه الحاله انا حاسبه قديش رح ادفع قيمه الاغراض من الاكسترا باكس وقديش رح يرجع لي. رح اخلص هاد الترانزاكشن نفسه رح احطه بالسلة طبعا عندي، رح استعمل اعمل الترانزاكشن هذا الثاني عندي. طبعا البوست ما بقدر اشيله فرح يكون بهاد الترانزاكشن also، فرح استعمل هاد الترانزاكشن الثاني عندي، باخذ الاكسترا باكس من الفاتورة وبحاسب عليهم بهاد الترانزاكشن. شغلة تانية هذا من الاكاونت الثاني الترانزاكشن لحاله رح اعمله، طبعا عندي حمله من الترانزاكشن الفاتورة قريب الاكاونت الثاني. فهدول كاملين عروضي لليوم. يلا افرجيكم كيف رح يطلعوا معي، وان شاء الله ان شاء الله زي ما انا مخططة انهم يكونوا العروض معي وكل الكوبونات تطلع وكل الكوبونات تشتغل ان شاء الله. يلا نعملهم سوا. طبعا عندكم هون ببين انه انا قاعدة بعمل بترانزاكشن، الترانزاكشن كان ماشي طبيعي وعين الله عليه، فكنت بطبع بالكوبونات على اساس انه الخصومات. طبع الكوبونات كل الكوبونات الورقية اللي معي زبطت، لما اجوا يستعملوا لي الاكسترا باكس استعملت كل الاكسترا باكس، كان معي $47 اكسترا باكس صرت بدي استعمل، استعملتهم ضل علي ادفع من جيبتي $1 فقط. بعد ما جيت بدي ادفع السيستم كلياته طفى والجهاز طفى، بعد ما طفى كل اشي قلت مش مشكلة شغل وكل شي تمام، عدت الترانزاكشن كمان مرة. هنا المشكلة لما انا عدت الجهاز مرة تانية الاكسترا باكس بطلت تطلع معي. طبعا للأسف بطلت يطلع معي ولا اكسترا باكس، حتى كان معي اياهم ورقيات انه بالشنطة برضو ما زبط اني استخدمهم. قلت لهم اطبعوا لي يعني في حل تاني، اطبعوا لي اكسترا باكس وبس عم خدمهم، لاني انا لي 3 ساعات انتم متخيلين شو 3 ساعات قاعده بلملم اغراض وبشرح وبعمل. قالوا لي ما بنقدر نعمل لك هيك، رني على اعطوني رقم الكاستمر سيرفيس هدول بيقدروا انهم يطبعوا لك اياهم يعملوا لك اياهم كمان مره. رنيت عليهم بنفس الوقت ساعه انه ينقلوني لواحد من واحد لحدا، حكيت مع اخر اشي تاع المختص اللي بحكي لي ما بقدر انا اعطيك اياهم لانهم موجودين بحسابك، بحكي له انا مش راضيات يطلعوا. خليته يحكي مع الموظف اللي هناك على اساس انه يحكي له اه فعلا الجهاز طفى وصار هيك، وهي البنت كان معها $47 اكسترا باكس انه يشهد يعني بالعربي، برضه ما رضى يساعدني. وهم اللي ورا الحساب ما رضوا يطبعوا لي، يعني بصراحة حركة حقيرة انه ما رضوا يطبعوا لي كمان، انه يعني شايفيني. قلت لهم انا اللي يعني بلملم اغراض، انا من حقي هسا اعمل تشيك اوت خلص، انا معي $47. قلت لهم امحوهم اغلغوهم اعملوا لهم ديليت اعملوا اللي تعملوا، بس انا بدي من حقي استخدمهم. بصراحة انحرق دمي وتنكست تنكيسي الله لا يتنكسها لحدا، ونهرت كتير لأنه ما زبط الترانزاكشن من مرة، عدته مرة ومرتين وثلاث ورجعت كل الأغراض ولغيت كل شيء. طبعا هاي أول مرة بتصير معي إنه هيك يصير معي، كأنه الإكسترا باكس اعتبروهم مستعملات يعني راحوا علي كأنهم، فاعتبروهم إنه خلص يوزد وبطلوا يطلعوا معي من مرة ولا على جهاز ولا على أي شيء. لغيت كل شيء وبصراحة تنكت نكد الله بيعلم فيه،
ويلا شو بدنا نحكي غير قدر الله وما شاء فعل ونعم بالله، ويعطيكم ألف ألف عافية يا رب.